أيامس. لا انا ما اتكلم، انا قاعد اقول قاعد امدحك شوي يعني. خلاص اوكي يعطيك العافيه. اعطونا سؤال المهندس علي اللبدان الزراعي على الشاشه. سؤالك: ما معنى الارجنتين؟ البلاد الذهبيه، البلاد الفضيه، البلاد الزرقاء. الارجنتين حقت الكوره صح؟ ما معنى الارجنتين؟ البلاد الذهبيه، البلاد الفضيه، البلاد الزرقاء. البلاد الفضية ثبت. البلاد فضية. الفضية وثبت. وإن خسرتوا شو يقول مثلا؟ وإن خسرتوا خسرنا. لا عاودوا عاودوا. يعني أنت أخذت اللي في النص الآن حتى يوم حلفت الإجابة. يعني غلط. يعني إجابتك صحيحة تستاهل 100 نقطة. موفق يا علي. إياك. أبو محمد جاهز؟ أعطونا سؤال سعد الطويل على الشاشة. سؤالك يقول: يا سعد، ما هي الدولة التي عاصمتها بوخارست؟ رومانيا، إيرلندا، بوتان. وقف يا سعد بعد إذنك. ما هي الدولة؟ ما هي الدولة التي عاصمتها بوخارست؟ رومانيا، إيرلندا، بوتان. رومانيا. رومانيا وثبت. رومانيا وثبت. تقريبا عندك معلومة يا سعد، إجابتك صحيحة تستاهل 500 نقطة. طبعا لا خابرها توني جاي منها قبل قدام أدخل برنامج. هو جاي منها قبل يدخل البرنامج. يا سلام. جبر جاهز؟ أعطوني سؤال جبر على الشاشة. سؤالك يقول: من أول من أنشأ أسلوب الرسائل في الأدب العربي؟ فؤاد نصر الدين، بدر شاكر، عبد الحميد الكاتب. بدر شاكر. ثبت. بدر شاكر وثبت. خير الأمور أوسطها، لكن ما هو بدائما. إجابتك خاطئة معوض خير. عبد الحميد الكاتب. شباب، اللي يحتاج أني أعيد السؤال يقول يعيد السؤال، ولا راح تثبت الإجابة إلا لما تقول ثبت. طبعا الكلام عبد العزيز أنت مخضرم. إيه فاهم يعني انت وايمن يعني شوي علي اللبدان نوعا ما. اول مره اوقف على مسرح البرايم ومخلف اجازه هناك. بس جالس مخلف في اسقاطه. يلا تفضل. جاهز؟ جاهز. اعطوني سؤال عبد العزيز المغيري. اين يوجد قصر كالمار؟ روما، السويد، موريتانيا. موريتانيا ثبت. أين يوجد قصر كالمار؟ روما، السويد، موريتانيا. ثبت على موريتانيا. ليه ما أخذت خير الأمور أوسطها؟ شوف أنا عندي قاعدة، إذا ما عرفت السؤال النهائي أرمع وتجي 500 ولا ما تجي. أهنيك، راحت عليك 500 نقطة عبد العزيز معوض خير. هي السويد. أحق قاعدة. أي والله. أيمن جاهز؟ أعطوني سؤال أيمن على الشاشة. سؤالك يقول: من الملقب بصقر يوم اليمامة؟ بشر بن عاصم، زيد بن الخطاب، جابر بن سفيان. من الملقب بصقر يوم اليمامة؟ بشر بن عاصم، زيد بن الخطاب، جابر بن سفيان. جابر بن سفيان وثبت. أكيد إنها معلومة. لا رمعة. أجل للأسف راحت عليك. خطأ، هو زيد بن الخطاب. نعتذر منك. طاهر جاهز؟ جاهز. أعطوني سؤال طاهر على الشاشة. سؤالك يقول: فرع من علم الأصوات يهتم بدراسة الصوت اللغوي داخل بنية الكلمة. الفنولوجيا، البيولوجيا، المثلوجيا. الفنولوجيا.
الفونولوجيا وثبت. الفونولوجيا وثبت. طاهر علم الأصوات أو يهتم بدراسة بنية الكلمة، أنت قلت الفونولوجيا. إجابة صحيحة يا طاهر، تستاهل، وفعلا الفونولوجيا. أخذت 100 نقطة، كويس أنك انضربت 100 ولا ها؟ هي مذاكر بالحين، أنا صدقت. جاهز علي الإبداع؟ باش مهندس علي؟ ذبحنا البرد. احنا انتهينا من الجولة الثانية، نبدأ الجولة الثالثة مع المهندس علي الإبداع. حاضرين. خل... نحب. جاهز؟ إيه ولا جاهز؟ يلا أعطوني سؤال علي.